توجد في جسم الإنسان الكثير من الغدد، ولكل غدة عمل ومهمة تقوم بها، ولا بد من الانتباه إلى الأشياء التي تسبب التهاب تلك الغدد. ومن هنا سوف نتعرف على أعراض التهاب الغدد الليمفاوية تحت الفك، وأيضا طرق العلاج الصحيحة. للغدد الليمفاوية دورا كبيرا في مساعدة الجسم على محاربة العدوى والأمراض، إذ تقوم بحبس البكتيريا والفيروسات ومسببات الأمراض الأخرى قبل أن تسبب المرض والعدوى في الجسم. وعادة ما يحدث التهاب الغدد الليمفاوية نتيجة الإصابة بالبكتيريا أو الفيروسات. وتعد الغدد الليمفاوية الموجودة تحت الفك من أعضاء الجهاز الليمفاوي، وللأسف تتعرض هذه الغدد للتورم في العديد من الأحيان. إليك مجموعة من أعراض التهاب الغدد الليمفاوية تحت الفك التي يجب معرفتها. أولاً، ألم عند البلع ومضغ الطعام. ثانياً، رائحة فم كريهة. ثالثاً، ملاحظة تضخم حجم الغدد الليمفاوية في المنطقة المصابة بحيث تكون بحجم حبة الفاصوليا تقريباً. رابعاً، ألم عند تحريك الرأس باتجاه معين. خامساً، قد تظهر المنطقة المصابة دافئة عند لمسها. ومن الجدير بالذكر أن التهاب الغدد الليمفاوية تحت الفك قد يترافق مع أعراض أخرى ترتبط بمرض أساسي يصاحب التهاب الغدد الليمفاوية، لذلك من الضروري مراجعة الطبيب للحصول على التشخيص المناسب. ونذكر من بين هذه الأعراض ما يأتي: سيلان في الأنف، التهاب في الحلق، ارتفاع في درجة حرارة الجسم، التعرق الليلي والسعال. وقد تحدث التهابات داخل الغدد الليمفاوية في أماكن معينة، وهي أماكن وجودها المعروفة التي تكون محددة داخل الجسم. وأماكن وجود العقد الليمفاوية هي الرقبة والفخذ والإبط، وتلك الأماكن هي التي يحدث فيها إصابة. يشكل التهاب الغدد الليمفاوية بشكل عام علامة على الإصابة بمرض ما، ويمكنك التحقق من إصابتك بالتهاب في الغدد الليمفاوية عند ضغطك برفق حول منطقة الغدد المنتفخة كتحت الفك. وغالبا ستظهر الغدد المتورمة كنتوءات ناعمة ومستديرة، وقد يتراوح حجم هذه الغدد المتورمة بين حجم حبة البازلاء والعنب. وفي حال شعرت بألم وكانت لينة عند لمسك لها، فهذا يدل على التهاب الغدد الليمفاوية، ويحتاج المصاب إلى مراجعة الطبيب في حال ظهرت لديه بعض الأعراض المقلقة. أولاً، إذا استمرت هذه الغدد الليمفاوية في التضخم لفترة تتراوح من أسبوعين إلى 4 أسابيع تقريباً. ثانياً، صعوبة في البلع أو التنفس. ثالثاً، في حال كانت قاسية وثابتة لا تتحرك عند الضغط عليها. رابعاً، إذا صاحب التهاب الغدد الليمفاوية الإصابة بحمى مستمرة أو تعرق ليلي أو فقدان وزن بشكل غير مبرر. أخيراً، بالنسبة للعلاج فإنه يعتمد على سبب التضخم، ففي الإنتانات الفيروسية تعود العقد الليمفاوية المتورمة إلى طبيعتها بعد زوال الإنتان، وفي الإنتانات الجرثومية يتم علاجها بالمضادات الحيوية والمسكنات. أما بالنسبة للتضخم الناجم عن سبب آخر فإنه يعالج بمعالجة السبب الأساسي.